أنا يعني هاي قصة القضاء على العمالة غير النظامية في السوق من زمان، من سنوات، كل ما تنجح الدولة في عملية أمنستي ومعالجات ومدري شنو، تجي بعد فترة من الزمن تلاقي في السوق نفس العدد، لأن اللي يدخلون أو اللي يخالفون حتى العمالة المرنة بانتقاداتكم كانت أن فعلا فيها مآخذ كثيرة وما نجحت، لذلك استبدلت بالنظام الجديد. لن تستطيع أنت بشخطة قلم أن تنهي على عمالة غير نظامية في السوق. تكثيف الجهود، تكثيف التفتيش من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وكذلك وزارة الداخلية، قاموا هيئة تنظيم سوق العمل 27,000 زيارة، 252 حملة مشتركة مع وزارة الداخلية، رحلوا 2449 عامل مخالف. أنا أقول سويت شيء مفيد، لأن أنا عندي الكتلة، تعال حق الكتلة نفسها وتشوف إيش صار فيهم. أنت قريتها من ساعة، قريتها بس من منظار، أنا بقراها من منظار آخر. إحنا عندنا 103 عدل؟ الحين كم عندنا؟ 35. 22,000 ما انطبق عليهم النظام، 8 خرجوا بروحهم من تلقاء أنفسهم، صح؟ 8,000 غادروا البحرين بشكل طوعي، 8,000 التحقوا بأصحاب عمل ما حبوا يدفعون ولا فلس، التحقوا بأصحاب عمل في الشركات. 1,163 تم ترحيلهم، ضبطوهم ورحلوهم. جالسة الكتلة نظاميا تتقلص، وعندك كتلة راح تكون تحت إشرافك تعرف كل تفاصيل حياتها وتلزمها بأن تأخذ تراخيص مهنية. زين، في المقابل الداخلية مع هيئة تنظيم سوق العمل يقومون بعملية الترحيل، وعندك أنا ذكرت لك أرقام المرحلين. الآن الظاهرة خلال فترة قصيرة شهرين نزلت إلى النصف. ما أنت ما جددت، ما أعطيت ناس جديدة حتى تقول إن أنا بكبر الظاهرة، أنت قاعد تعالج ظاهرة موجودة في السوق. وراح نستمر على هالكلام، وراح تقيم التجربة من وقت إلى وقت حتى نعرف كم هم المتبقين وكم هم الذين تمت معالجة أوضاعهم. بس مثل ما أنت تفضلت، ظاهرة العمالة غير النظامية هذه مثل نقعة الماء، كل ما نشف فيها ترد مرة ثانية ترجع كما كانت من سنين وليس من الآن. هذه محاولة حكومية مدروسة بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتنسيق مع كثير من الجهات، بالتنسيق مع القطاع الخاص. خلنا نشوف النتائج وتكون خاضعة للتقييم المستمر.